لدينا اليوم موضوع مهم شرحه، وهو الإمساك. يتعرض معظم الناس إلى هذه الحالة وهو الإمساك. نعم، فهنالك أسبابه وأعراضه وأيضا علاجه وما يجب عمله وعلاجه أيضا بالأعشاب وأيضا الوقاية والمضاعفاته. سوف نشرح هذه المواضيع باختصار مفيد. نعم، أولا من أسبابه الالتهابات القولون أو مرض القولون أو الخمول والكسل وعدم الحركة من أسباب التي تؤدي إلى الإمساك. اضطرابات في الغدة، اضطرابات في الكبد، نعم تؤدي إلى هذه الحالة. ومن أسباب الأخرى التي تؤدي إلى الإمساك قلة إفراز أو نشاط الغدة النخامية، وأيضا قلة الصوديوم في الجسم، وأيضا الأمراض الكلية. نعم، وأيضا من أسباب الإمساك هو مرض باركنسون والخرف والسكتة الدماغية، نعم، والأورام والسرطانات، خاصة أورام في الدماغ، نعم. ومن أسباب الأخرى مرض في الغدة الصماء، وأيضا مرض الداء السكري من أسباب الإمساك. وجود مرض بالمرارة تؤدي إلى الإمساك، وأيضا تضخم القولون الخلقي، وأيضا الداء الرتوج، وداء وداء هيرش برنخ، وأيضا من أمراض الأخرى، ومرض تغليف الكيسي، وأيضا نقصان غدة الدرقية والتهاب المستقيم وشق الشرجي. نعم، وأيضا من أسبابه مضادات الاكتئاب، يعني أدوية مضادات الاكتئاب ومدررات البول من الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك. ومن الأسباب الأخرى مضادات الآلام، يعني المسكنات القوية، نعم، وأيضا قصور القولون الذاتي من أسباب الإمساك. من أسباب أخرى هبوط قاع الحوض، نعم، وأيضا التهابات أخرى خاصة في الشرج أو بواسير من أسبابه تؤدي إلى الإمساك. ومن أسباب الأخرى عسر التغوط واضطرابات الهرمونية. نعم، أما أعراضه شعور بالثقل أسفل البطن وآلام في الرأس وآلام في البطن، نعم، وأيضا صعوبة في التغوط وخروج البراز، صلب تكون ويصعب خروجه، نعم. أما ما يجب عمله، يجب تناول الخضروات والفواكه بكثرة، الخضروات بشكل طازج أو المطبوخ، نعم، وأيضا علاج الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك.
شرب المياه والعصير الفواكه 8 أكواب يعني 8 كوب يوميا مفيد لهذه الحالة. وأيضا عند الشعور بالتقوط يجب ذهاب صباحا بعد الإفطار إلى دورة المياه. نعم، يجب لا تستعمل مسهلات كثيرا. وأيضا في حالة الإمساك الشديد يجب عمل على حقنة شرجية ملحية ولا تكررها إلا بعد 3 أيام. وأيضا يجب استمرار على ممارسة الرياضة اليومية فهو مفيدة لحالة الإمساك. ومن مضاعفات الإمساك الشق الشرجي وتدلي المستقيم وانحسار البراز. نعم، وأيضا ظهور البواسير مزمنة. أما علاج الإمساك، أولا تناول المواد الغذائية التي فيها الألياف تقريبا 10 إلى 30 غرام من الألياف الغذائية، تناول الحبوب وأيضا الخضروات والفواكه التي يكثر فيها الألياف. نعم، إعطاء أدوية ملينات يوجد في الأسواق استخدامها في حالة الشديد، وأيضا قيام بعملية جراحية. نعم، إذا تعثرت التقوط يجب أو خروج البراز يجب إجراء عملية جراحية، هذا من ناحية الطبية. نعم، أما وقاية من الإمساك، أولا تناول المواد الصحية التي تكثر فيه الألياف، ممارسة اليومي للرياضة واللعب الرياضية مفيد جدا في هذه الحالة، تناول الماء بكثرة أو سوائل الفواكه بكثرة فهو مفيد في هذه الحالة. تجنب تناول المواد الغذائية المصنعة وجاهزة والذي يحفظ في الثلاجات بكثرة أو لمدة طويلة، عدم تناول هذه الأنواع من الأطعمة. نعم، وأيضا أو تقليل من هذه من تناول هذه المواد الغذائية المصنعة. نعم، وأيضا تجنب الكآبة والقلق والتوتر والحالة النفسية فهو مفيد لأنها تؤدي إلى الإمساك. نعم، وأيضا استمرار أو لا تهمل مراجعة أو دخول إلى دورة المياه لعملية التقوط والتخلص من الفضلات الآدمية. نعم، أما علاجه بالأعشاب، نأخذ ملعقتين كبيرتين من الخميرة البينة ونخلطه مع عصير الطماطم، ثم يتناوله أو يشربه الشخص المصاب 3 مرات في اليوم لمدة 7 إلى 15 يوم فهو مفيد للقضاء على الإمساك. نعم، نستخدم مستحلب أجاس شانك أو خوخ أسياج لمعالجة الإمساك لدى الكبار والأطفال. نعم، يشرب المستحلب قبل النوم لعدة أيام فهو مفيد في هذه الحالة. نعم،
حيث أن المستحلب المستحلب أجاز شأنك المستحلب أجاز شأنك يستخدم كملين. نعم، كما يمكن استخدام عصير تعصر البصل في اللبن، يعني تأخذ عصير البصل وتخلطه مع اللبن وتشربه، فهو مفيد في هذه الحالة لعلاج الإمساك. نعم، وهكذا شرحت لكم الإمساك وعلاجه وأعراضه ومضاعفاته وما يجب عمله وعلاجه وعلاجه بالأعشاب بشكل مختصر مفيد، وشكرا لكم.